السلام عليكم، أنا مريم. العمر ديالي 25 سنة، مزوجة من هادي 5 سنين. كنعيش مع راجلي في دار بوحدنا، ميسورين والحمد لله. أنا خرجت من القراية في الأولى جامعة، كنت كنقرأ الأدب الإنجليزي، ولكن تخليت على القراية بسبب الزواج. تربيت في عائلة محافظة، والدي قروني باللي البنت واخا الدور حتى هي آخر مسارها دار راجلها. هاد الفكرة كنت متشبع بها، ما كنتش كنشك فيها. هي باش كبرت ماما وجداتي وخوالاتي وكل شي عيالات العائلة. أنا تزوجت عن حب، كنت كنموت على راجلي وهو كذلك. كان ديما كيتبعني فاش كنكون غادي لافاك، ولكن أنا ديما دافع كبير وما كنتسوقش ليه. حتى النهار فاش مشى عند خويا وهضر معاه وقال ليه باللي باغي يجيب الوالدة ديالو وخوه الكبير باش يخطب، لأن الوالد ديالو متوفي. من بعد دوزنا أحلى أيام خطوبة بحال أي الناس. في السن ديالنا كان كيديني لواحد السينما جات حدانا جديدة، يلا تحلات. كنتفرجوا في أفلام أمريكية خصوصا ديال الأكشن، حيت راجلي كيموت عليه. زوجنا والحمد لله، درنا عرس فخم، عرضت فيه على كاع المعارف ديالي. كنت فرحانة طايرة بحال شي فراشة. كنت قلت مع راسي دابا صافي أمريم، خاصك تجمعي راسك وديها في راجلك، حيت انتي وليتي مرا مزوجة، يعني سلاو الهوايات والصحابات والخروج مع العائلة. قلت مع راسي خاصني نعيش ليه ونسخر ليه حياتي كاملة باش نخدمه ونولد ليه بزاف ديال الولاد ونطيب ليه أحسن ماكلة باش عمره ما يشوف في غيري. ماما كانت كتقول ليا إلا بغيتي الراجل يبقى يهتم بيك خاصك تكوني حادقة وما تخليش النقطة ديال الغبرة في الدار، خاصك تكوني لالة مولاتي، ما ياكل غير من يديك. انا النصائح ديال ماما طبقتهم بالحرف. كنت كنقول مع راسي هي مرا واعيه وفاهمه وعندها خبره عليا، والدليل هو الزواج ديالها الناجح من بابا اللي استمر 34 عام. دابا نهضر لكم شويه على راجلي باش توضح لكم الصوره اكثر. حبيبي وراجلي اللي مازال كنموت عليه لحد الان، سميتو عادي، كبر مني ب5 سنين، رجل متحرر بزاف، عاش حياته في ألمانيا، قرا الاقتصاد ورجع للمغرب، أسس الشركة ديالو. راجلي زوين، هذاك الشيء باش عجبني من النهار الأول، حيت كنت سطحية بزاف، قاري وواعي. فاش كتهضري معاه كتحسي براسك كتخاطبي شي وزير، عنده مع الهضرة والفهامات. رجل حنين ورومانسي لأقصى الحدود، وراجل شهواني بزاف. أنا فاجئني في الأيام الأولى ديال الزواج بالرغبة ديالو الجنسية الكبيرة، كان كيعبر لي على الحب ديالو من خلال الجنس، كان كيطلب مني التفاعل، ولكن أنا كنت كنحشم بزاف، كيجيني داك الشي عيب وحشومة. كان عندي الجنس مجرد زيادة، نقدر نعيش حياتي بلا بيا وما عندي حتى مشكل. أهم حاجة الحب والتفاهم، وأهم حاجة نكون قايمة بشغل داري بحال ماما اللي كانت قدوة ليا. راجلي كان كيهتم بيا بزاف، كان حنين معايا، كيبغيني لدرجه ما كتصورش على البال. عمرو خلاني مخصوصه من شي حاجه اللي كنطلبها ليه، كتحضر كيفيق بيا وينعس بيا. هادشي في الشهور الاولين ديال الزواج كان يشري لي غير الحوايج الغاليين والماكياج ديال الماركات، اما الرويح ولا بد. فرش دارو احسن فراش، وما كيرضاش الناس يعيبوه بشي حاجه. انا كنت ديما مخاصمه معاه على هاد القضيه، كنت كنقول ليه مالك عادي لك تضيع فلوسك، راه نقدروا شي نهار نوقعوا في ازمه. ونوحلو كان داك الزواق اللي كيشري ليا كيبان ليا مضيعه الفلوس. دازت الايام، الحياه ديالي الزوجيه كانت طبيعيه وحياتي بصفه عامه. اصلا حياتي كلها ولات كدور على علاقتي براجلي، سديت على صحاباتي بالمره، حيت ماما كانت كتقول ليا غيجيبوا لك غير الصداع. تخليت على الرسم اللي كان الهواء اللي كنت نفس به. كنت كنمشي ايام من بعد امتحانات الطبيعه، كنجبد الوراق والاقلام وكنبدا الرسم. كنت واعره في الرسم، تخليت حتى على المعهد فاش كنت كنتعلم الجيتار ايامات الليسي. ولافاك تخليت على الندوات ديال التنميه الذاتيه اللي كانوا كيعلمونا فيه كيفاش نواجهوا العالم ونواجهوا نفوسنا، كيفاش تكون شخصيتنا قويه. ما نقدرش نقول باللي عادي السبب، بالعكس هو ديما كان يشجعني على الهوايات ديالي. كان كيقول لي ايام خطوبه انا كنشوف فيك بنت متميزه بزاف، عندها ما تقول وعارفه اش كدير،
حتى فاش قلت ليه باللي غادي نخرج من القراية عارض في الأول، ومن بعد دار لي خاطري باش ما نتقلقش. أنا وليت كنحس باللي شي حاجة ماشي هي هاديك، وليت كنحس باللي ما بقاش عاجبو السيل ديالي، كيحاول يبدلني، ما عاجبهش الطريقة باش كنتصرف والنظام اللي اختاريت لحياتي. كنت كنتعجب، كنقول مع راسي علاش تبدل، ياك أنا ديما مهلية فيه كنوجدو ليه، واللي طلبها ليا كنديرها ليه. وعمرني عارضتو في شي حاجة، حتى من الناحية الجنسية كنت كنحاول ندير جهدي. هاد الأسئلة بقات كدور في راسي شي يامات، ولكن دغيا تلاشات حيت مرات وليت لي كناكلها كنردها. تفاريت وما بقى عندي الخاطر لحتى حاجة. تاني راجلي الطبيب مخلوع عليا، قال لي الطبيب مبروكة مادام حاملة وعندك التوام. أنا وعديل كنا غادي نطيروا بالفرحة، وأخيرا غادي نولو آباء، هذاك الحلم ديالنا بجوج. فترة الوحم دازت عليا صعيبة، كنت كل نص ساعة كنوض نرد، تعافيت وقلت الماكلة، حسيت بواحد التغيير كبير. في الأشهر الأولى كرشي بدات كتبان وبديت كنتقال وكنغلاض، وليت بحال البوطة. راجلي كان يعاملني بحال شي أميرة، كان مسكين في الصباح كيجيب لي الفطور في الفريش وما يخلينيش نهز تقل. جات اختو سكنات معانا، هي أعز وحدة عندي من لويساتي، كانت صغيرة في السن ومن هني تعاوني، كانت إنسانة طيبة بمعنى الكلمة، حطيها على الجرح إبرة. صاحبتي أختي كتقول لي اللي تقالت عليك خفاف عليا، كيف ما غادي تشوفوا من بعد هي اللي غادي تعاوني في المشكلة ديالي. جات فترة الولادة، ولدت بخير وعلى خير جوج تويميات بحال القمر، سماهم راجلي. العائلة تجمعات وكل شي فرح بالزيادة، درنا العقيقة. اختو ايمان بقات معايا، وخا جاو خواتاتي ما بغات تفرق معايا حيت ولفاتني ولفتها. دازت الايام، كبروا البنيتات ولات عندهم 5 شهور، وحتى انا كبرت معاهم. تبدلت بزاف، الوزن ديالي الدوبل، وليت عامره شحمه وكرشي مدريه. عملت راسي بزاف، التربيه كانت صعيبه، كنت كنفيق في الليل اكثر ما كنعس. من بعد ما ايمان مشات تقرا وخلاتني واحله ما عارفه ما ندير، ولات حالتي شعري خفاف بزاف، سناني صفارو، وجهي ولا عامر بالكلف، وليت بكل بساطة كنخلع. حتى من الناحية النفسية تبدلت بزاف، وليت عصبية بلا قياس، غير كنغوت لا أتفاه الأسباب، خصوصا على عادل بحال كنرجع ليه أنه هو السبب ديال أي مشكل ولو كان صغير. علاقة الحميمية مع راجلي هي أكثر حاجة تدهورات، وليت ما كنعيش معاه غير مرة في الشهر. حتى هو ولف مبقاش كيحكر، او بالاحرى قد الرغبة فيا، حيت تبدلت عليه وشرفت قبل الوقت واخا عمري في العشرينات. عادي حتى هو تبدل عليا، ولا كيخرج من الدار وما كيجي حتى نصاصات الليل، كيجي عيان كيتعشى وينعس، حتى بناته مبقاش مسوق ليهم. انا بطبيعة الحال ما كنقصرش من جيهته بالزبان والنجير. باختصار حياتنا ولات جحيم. حتى لواحد النهار قلت نجمع راسي، ضربت هاد الدار بواحد التخميره فاعله تاركه، خليت الفيترينات والمرايات والدار كلها كتشعل. شريت حوته كبيره وعمرتها بالروز، حيت هادي كانت الاكله المفضله للعادل. المهم خليت كل شي ناضي وواجد على حقه وطريقه. قلت مع راسي اجي نبدل حوايجي. مشيت جبت واحد البيجامه كان شراها ليا على ذوقه، فاش لبستها وتقابلت مع المرايه تصدمت، ويلي هادي انا فوق ديال البيجامة الصاف، غادي نضطر تقوم كلها مزيرة عليا. صراحة تصدمت، ولكن ما تسوقتش بزاف. جبت واحد البيجامة واسعة من تحت الماريو، كنت خازناها ولبستها، هي بعدا كتغطي الفورمة العوجة. جا عادل دخل سلم عليا، قابلته بواحد الابتسامة عريضة ما ردهاش ليا. مشى نيشا للطابلة حطيت لي الغدا، كنت سناه يهضر ولا يشكون الغدا ولا المقاوة ديال الدار، والو ما قال حتى كلمة. سولته كيف غادي الخدمة، قال لي الحمد لله كلشي مزيان. راجلي تبدل عليا بزاف، الاول كان غير كيدخل ما كيسكتش من الهضرة، كيعاود لي كل صغيرة وكبيرة. حرت وبقيت عارفة ما ندير، عقت براسي بلي دخلت لمرحلة الخطر، بلي الا بقينا هكذا العاقبة ما غتخرجش زوينة. جلست كنفكر مع راسي اش هاد الحالة اللي وصلت ليها، مبقيتش كنعرف راسي. عاد فهمت علاش العيالات كيتبدلوا من بعد الزواج، والعلاقة مع رجالهم كتبدل.
كتجيو من الهضره ساهله، قلنا تتقادوا وديوها في راسكم وفينا ما شافوش المسؤوليه اللي علينا. كنضلوا سهرانين باش نربيو ليهم ولادهم، كنضلوا واقفين في الكوزينه وشحال ديال الحجج لقيت راسي، وشحال بقيت كنقنع في راسي باللي انا اللي عندي الحق، وباللي الا هملتو راه حيت المسؤوليه كبيره. قلت مع راسي اصلا راجلي كيموت عليا، من المستحيل يدير في شي وحده اخرى، حيت كنطلب كنطيب ليه وكنصب ليه حوايج بحال اللي كدير ماما وهي ام ولادو. شحال كنت مكلخه وشحال كان تفكيري محدود. الوقت غادي وكيدوز، العلاقه بيني وبين عادل غاديه وكتكفس. السيد ما بقاش كيشري ليا لا حوايج لا ماكياج لا والو. من بعد ما كان كيعمر لي الماريو كيطلبني ويزوقني نلبس ليه، ونتقاد ولا كيجي للدار غير باش ياكل ويشوف هدى ونرجس بلاتو التوام. انا ما كنهموش، تبدل حتى من ناحيه اللبس، وليت كنشوف فيه بحال داك الراجل اللي عرفتو ايامات لافاك، ما كيخرج من الدار حتى كيتبقى قدام المرايا ساعه يتقاد الروايح والحاله حاله، كيجي فرحان وراشقه ليه، كيلعب مع بناتو غير كيشوفني كيغوبش ويدور وجهه بحال قاتله لي روح. حسيت بيه ولا كيعيف مني، ولكن بالرغم من كل شيء عمرني شكيت فيه ولا فكرت بلي يقدر يخونني شي نهار. حد النهار كان عادل دخل الدوش وانا كنرد على البنات فوق الناموسيه، ويمكن نسب بورطابل فوق الكوافوز حيت موالف ديما خاشي معاه ودير ليه المدباس، ويلا دخل بقى البورطابل اكتيفي وصلو ميساج. قلت مع راسي نشوف شكون، لا تكون شي حاجه في الخدمه ضروريه ولا دارهم بغاو شي حاجه، اصلا ما فيها والو راجلي هذاك. غير حليت الميساج حسيت باللي الدنيا وقفات، ولا كيبان ليا غير الضباب، يديا كيترعدوا، النفس ديالي تقطعت، جاتني بحال الصدمه واللي دازت عليها الخيانه الزوجيه غادي تفهمني. الميساج كانت بسميات حبيبي، مكتوب فيه شكرا بزاف على الكادو، حمقني، توحشتك بزاف وبغيت غير امتى نشوفك، وراني موجدة ليك مفاجأة عمرك تنساها. كان بغيت الحمد لله اللي ثبتني في هذيك اللحظة. الصدمة كانت قوية لدرجة انني ما درت والو، بقيت كنشوف ما تحركتش. دازت من قدامي شحال من حاجة، فكرت نوض الكوزينة نهز موس ونقتلو، فكرت نهرب ونخليه، فكرت شحال من حاجة، ولكن في الاخير فكرت في بناتي لي مازال ما حلوش عينيهم على الدنيا، هما اغلى حاجه عندي. المراه فاش كتولي ام كتقدر تضحي ودير شحال من حوايج على قبل ولادها. مسحت دموعي اللي نزلوا غير بوحدهم، مسحت الميساج باش ما يلقاش حلول. كلب رديت البورطابل لبلاصتو، وديت البنات لبلاصتهم، عيطت الايميل لوستي طلبتها تجي دابا حيت عندي ما نقضي. خرج من الدوش وجا عندي قال لي بلي غيدوز الويكاند مع صاحبه. انا بالصدمه ديال الميساج وليت وحده اخرى، كنشوف فيه ببرود، ما بقات كتهمني حتى حاجه، انا في حرب ما خاصنيش نخرج منها خاسره. تصرفت معاه عادي، قلت ليه بلي خاصني نمشي عند صاحبتي حيت دايره عراضه للعيالات، وافق في الحال حيت من مصلحته نخوي الدار. جات ايمان ما قدرتش نعاود ليها والو، حسات بيا بلي ماشي طبيعيه. قلت ليها بلي انا مزروبه دابا، ومنين نجي فسر ليها كل شيء بس حوايجي، واتصلت بصاحبتي اسماء قرات معايا من الكوليج، صاحبتي قديمه عاشت معايا مراهقتي وشبابي، هي مزوجه قبل مني ساكنه قريبه شويه ليا. اتصلت بها باش نشوفها واش كاينه في الدار، رحبات بيا وفرحات بزاف حيت غادي نجي لعندها. كنت دايخه ما عارفه ما ندير في طريق الاسماء، فكرت في شحال من حاجه، فكرت في الانتحار، ما عندي علاش نعيش حياتي كلها، تقلبات في لحظه واحده، ما عندي لا قرايه لا والو، كلشي خليته على قبله. كانت داري هي اللي كنكسب عيشه فيها مع راجلي وبنياتي. شحال صعيب احساس الخيانه، صعيب بزاف، كتحسي بالغيره في قلبك والكره، كتكرهي راسك راجلك، الدنيا كحله، كتحسي بالغدر. طلت عند اسماء غير حلات لي الباب، ما شعرتش براسي تلاحيت عليها وبديت كنبكي بحال يلا فقت من الصدمه، كنبكي بحرقه على ايام اللي ضاعوا. هكذاك هي تخلعات عليا وبقات كتسولني ياك ما مات شي حد ولا البنات وقعت ليهم شي حاجه. داتني الصالون جابت لي عصير بارد شربته، خلاتنيش نهضر ولا نعاون، عمقاتني وقالت لي بكي مزيان بحال الا حسات بيا محتاجه البكاه، اصلا هو رد الفعل الوحيد اللي نقدر ندير. من بعد ما تهدنت شويه بدات كترجع فيا الروح، عاودت الاسماء كل شيء، قصه من الاول للاخر. بقات مصدومه، بقيت فيها مسكينه حيت حسات بيا، عارفه اللي كاين
حيت حتى هي مزوجه وعندها وليدات. قالت لي ما تخافيش، احسن حاجه درتيها انك ما واجهتيش، طلبتي المساعده ديالي، لان في حاله الخيانه الزوجيه اخطر حاجه تقدر ديرها المراه هي المواجهه، خاصها تثبت وتعرف ما تدير. قالت لي اسماء كنعرفك من شحال هادي وعارفاك من اطيب خلق الله درجه السذاجه، راه الوقت تبدلات وشي صحاب ليك الرجال دابا هما رجال زمان، الا ماما كنشحات ليها القضيه هداك ما كيعنيش باللي خاصك تصرفي بحالها. الراجل تبدل ولا كيشوف في المراه حوايج اخرين من غير انها طيب وتصب ليه. عادي راجلك انسان متشبع بالثقافه الغربيه، فاش اختارك النهار الاول حيت عجبتيه وبنتي لي انسانه طموحه وحيويه، والدليل هو المعارضه ديالو انك تخرجي من القرايه. هو عاش بزاف ديال التجارب في حياته، ما كافياش مرة اللي تطيب ليه وتخمل ليه داره، هو بغى مرة بكل معنى الكلمة، فاهمة وواعية، يقدر يستشرها ويخرج معاها ويلعب معاها ومع وليداتها ويهدر معاها في الثقافة والريادة وكل شيء. ما بغاش مرة ضعيفة مقابلة غير هو، فين خرجتي معاه، من كنتي معاه، فين مشيتي. ما بغاش مرة حياتها كتلخص في راجل. خطأ الكبير اللي درتي واللي كيديروه اغلب المتزوجات هي انك تخليتي على حياتك، اصحاباتك، هواياتك، وليتي من عازلة، تبدلتي حتى في شكلك. فين هي مريم اللي دافع كبير وعجبها راس ايوا سمحي لي يا صاحبتي، وتبدل عليك حيت ديك السيده اللي بغاها واختارها تشاركوا حياته مات طبيعيا انه يتبدل. ما لقاش فيك داك الشيء اللي كان فيك شحال هادي، صار طريق سهله، طريق الحرام. عمرك ما ديري السبب للولاد، هانتي شوفيني انا عندي وليد في عمره 7 سنين وبنيته في عمرها 3 سنين، عمرني تشكيت منهم. الولاد ما داروا ليا والو. الا فشلات المراه في حياتها كدير سبب ولادها. بقيت كنشوف في هضره اسماء دخلت لعقلي قبل من قلبي، كان عليك يا اسماء تقولي لي هادشي من قبل، كان خاصني نفكر بحال اسماء. حسيت بالراحه واللوم في نفس الوقت، براسي ماشي في المستوى، حسيت بالدنيوية، تحلات عيني على شحال من حاجة. سولتها اشنو المعمول دابا، قالت لي دابا مازال ما فات الفوت، الا بغيتي ترجعي راجلك غادك تحيدي عليك هاد القصوحية الراس وتبعي هذاك الشي اللي غنقول لك الحرف بالحرف، ان شاء الله ما يكون غير الخير. ما عرفتش بالضبط اشنو هي الخطة ديال اسماء، طلبتها تعطيني وصفات وافكار باش راجلي يبعد على ديك البنت. ما عرفتش منين نبدا الطريق، طريق طويله. انا وليت كنحس بواحد القوه في الداخل ديالي، ما عرفتش منين جات. يلا ساعتين هذه كانت محطمه، وقالت لي اول حاجه غنبداو بيها هي انتي، خاصك تخدمي على راسك، تحاولي ترجعي مريم ديال ايامات لافاك. بالفعل مشيت للدار والهضره ديال اسماء كتعاود في ودني، عندها الحق، حياه زوينه بزاف. توضيت وصليت، بكيت في السجود، طلبت من الله يعاونني باش بنياتي ما يضيعوش. حاولت نبعد الافكار الخايبه، من داك النهار حاولت ندير بكلامها، تغيرت نظرتي لراسي وليت كنحترم مريم. الوقت كيدوز وانا كنتبدل، نزلت 8 كيلو في 2 اسابيع بالريجيم والسبور، خديت موعد مع طبيب الاسنان، درت تبييض، عطيتها الماسكات والخلاطات ديال الشعر والجسم غاديه وكان مزيان، اصلا ملامحي زوينه والحمد لله. وليت مدياها في راسي، تبدلت بزاف. داز شهر علاقتي بعادين مازال بارده، ما كنشوفوش بزاف، ولكن ما كيبقاش فيا الحال على قبله، بدا حتى هو كيحس بالتغيير ديالي. ما بقيت تابعه كيف ما كنت، من خلال اسماء تعلمت شحال من حاجه. سجلت في واحد لاصال ديال الرقص الشرقي، خارجت مع واحد الجمعيه تعاون الاطفال، واخا ما كانت شي حاجه كبيره اللي كندير، ولكن كنحس براسي مهمه، وليت مدياها في بنياتي، غير كنلعب معاهم. واحد العشيه تلاقيت مع اسماء، فرحات بزاف التغيير ديالي، قالت لي بلي خاصنا ندوزو للمرحله الثانيه اللي صعب من المرحله الاولى، وهي مواجهه الخصم. اكيد ما يمكنش ليك تربحي ديك خيتي وانتي ما كتعرفيهاش، خاصنا نتعرفوا عليها باي طريقه. بقيت كنفكر كيفاش غادي ندير باش نتعرف عليها. جا عديل كان جالس يلا بغى يخدم بورطابل، درت راسي غنهز شي حاجه وشفته حتى دار المطبخ، حفظته مزيان وعقلت عليه، خليته حتى نعس وخديت البورطابل ديالو بلا ما يحس. بقيت حوايج زادوا كملوا عليا،
لقيت ميساجات الحب والغرام بيناتهم، شي حوايج كيقولوا بحال متزوجين. بقيت صاورهم بجوج في واحد لوطيل في البحر، حاولت نحبس البكية ما قدرتش. نقلت النمرة ديالها، عرفت باللي سميتها ماجدولين. من خلال الميساجات اتعرف عليها في الخدمة، هي تقريبا في السن ديالي. حطيت البورطابل ومشيت ننعس وعقلي مشطون بالخطة الجديدة، خاصني نعرف عليها كل شيء. بما انها كتخدم في الشركة ديالو، ما كاين اللي غيعاونني قد لو السي ايمان، حيت كدير عند خوها السطاج. كنت كنتسنى الصباح امتى يطلع، تنيت عادي حتى مشى للخدمة وانا ننقض على بورطابلي. اتصلت بايمان على الصباح، خلعتها قلت ليها طيري عندي دابا، جات كتجري. عاودت ليها كلشي، ما تيقاتش، تصدمات في خوها اكثر مني. فاش قلت ليها سميتها ماجدولين غوتات، قالت ليا والله حتى كنت شاكه فيها، كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان بعد الظن اثم. والسيده غير كتحنقز وكتلبس، عطاتني المعلومات عليها ووعدتني تبقى مراقبه التحركات ديالها. ايمان في هذا الوقت حاولت تقرب اكثر من ماجدولين وطبقت الخطه اللي رسمنا ليها انا واسماء. حاولت تبين ليها باللي معجبه بها وباللي تمنات شي وحده بحالها لخوها، وباللي مرتو ما كتسوى ما كتصلح. هي بهاد الهضره زادت ثقتها في نفسها، حسيت باللي صافي دارتو في الجيب. حاولت تقرب ليها اكثر باش تعرف النيه ديالها، اكتشفت عليها حوايج خايبين بزاف غير بالصدفه من واحد كان عندها في الفيسبوك. كانت عندها في ليزامي، اجتها واحد لامي عند ماجدولين، بغيت تعرف عليها. هي لقاتها نيت فرصه، لعل وعسى تعرف عليها خبيرات. دارت راسها باللي عجبها وعطاتو النمره، وبقاو كيهضروا شحال، وعرفت باللي هو صاحب ماجدولين القديم. ما بغاش تسولو باش ما يشكش، قالت ارا نتلاقى معاه. دارت معاه في واحد الجرده عموميه بعيده من الخدمه، وبقاو كيهضروا شويه. قالت لي انا كنعرفك، اسمح ليا ما قلتهاش ليك. تعجب السيد وقال لها فين كتعرفيني. ماجدولين عودت لي عليك، وقالت لي هذاك واحد ود الحرام. فاش عرفات انني غادا نتلاقى معاك، قالت لي كنصحك باللي ما تمشيش. الدري تعصب ووجهه حمار وبدا كيعاود ليا انا دابا وليت ود الحرام، نسات ايامات فاش كنا كنقراو بجوج وكتقول لي كنبغيك، في الاخر كنلقاها مع رجاله كبار وكتنتف فيهم وكيرسوا ليها الفلوس في البنك والكادوات، وهي غير كتضحك عليهم. انا مازال عندي الميساجات ديالها والميساج ديال السيد اللي ضحكت عليه. ايمان بغات تطير بالفرحه، خدات النمره ديال الراجل وديك الخبيره سخونه ليا، فرحت بزاف. واخيرا غادي نتهناو. تشاورت مع اسماء وقالت لي بلي حنا ما نقدروش على هذا الراجل، هي غادي تتكلف وتهضر مع راجلها يتصل بيه ويعود ليه كل شيء. كنا كنوجدوا الهجوم على ماجدولين اللي صدقات كذابه وكديرها بالرجال. راجل اسماء تفاهم مع السيد وعود ليه وقال لي بلي هو مستعد يعاونه ويقول كل شيء العادين انتقاما منها. وعدنا غادي يتصل بيه هاد الليله. بقيت كنتسنى عادي يجي ومخلوعه من اللي غيوقع. بقيت كنتسنى حتى دازت بيا عيني فوق الفوتاي شويه، فيقوني السوارد ديال الباب. قديت الجلسه، شفت الساعه لقيتها جوج ديال الليل. دخل عادل وبان ليا فيه محطم بزاف وكاعي، ما قال لي حتى السلام. دخل البيت وسد عليه، انا عرفت في ديك اللحظه باللي غيكون سالي معاها، ارتحت جزئيا ولكن بقى فيا الحال حيت ما عارفاش اش غيوقع بالضبط. كنسول راسي ندخل ولا بلاش، ما عرفتش ما ندير. قررت ندخل ديك الساعة، كنت مقادة حياتي، تبدلت بزاف في الشهور الاخرين، وليت كنبان صغر من السن ديالي بزاف. دخلت لقيته متكي وكيفكر، انا كنت خايفة لا يغوت عليا ولا يقول لي شي كلمة خايبة. دخلت ناموسيتي وبغيت ننعس، هو يعيط ليا مريم. درت لعندو، شفت في عينيه واحد الشوفة عمرني شفتها في انسان محطم وضعيف في ديك اللحظة. نسيت وتناسيت داكشي اللي دار ليا، لما يقول لي والو قربني لعندو عنقني بالجه. اول مره من بعد عام حسيت باللي هذا عادي اللي كنعرف، هاد السيد اللي بغيتو بغاني من ايامات لافاك. حسيت بيه ندمان بزاف على داكشي اللي دار. بقى فيا
عنقته حتى انا وحطيت راسي على صدره ودار واحد ردة الفعل ما كنش متوقعها. اول مره كنشوف راجلي كيبكي بحال شي دري صغير، اول مره كنحس بالضعف ديالو، بان ليا بحال شي وليد صغير ماشي راجل اللي عرفت في الاول. في ديك اللحظه الراجل كيولي دري صغير واخا يكبر، دري صغير قدام جوج ديال الناس، الوالده ديالو والمراه اللي كيبغي. مريم انا كنحس براسي ماشي مزيان، انا درت شحال من حاجه خايبه، ما خليتوش يكمل، ما بغيتوش يعاود ليا ونجبدوا داك الموضوع تاني، فضلت نبداو من جديد. ابتسمت ليه وقلت ليه بواحد الصوت رقيق، حبيبه ديالي انا اللي كنطلب منك السماحه، عملتك بزاف، عطيت الوقت لبناتي ونسيتك، ديتها في كل شيء الا فيك، سمح ليا انا من اليوم نوعدك غادي نكون ليك كل شيء، ما عمرك ما تخطك شي حاجه. خلانيش نكمل، لاح ليا بواحد التعنيقه، دوزنا ليله زوينه، حسيت براسي عروسه من جديد، درت شحال من حاجه عمرني درتها، حيت عليا الحشمه. من داك النهار حياتنا تبدلات، رجعت نقرا وبالبنات دخلناهم الحضانه، ولا عادل كيدوز بحال ايامات زمان، ولينا في الدار بحال شي مراهقين، الضحكه ديالنا كتسمع من بعيد. انا عارفه شحال من وحده بحالي وكتقرا قصتي، شحال من وحده هملات راسها ودارها وراجلها، حسيت بلي الله تعالى وصانا على حفظ الزوج. الدنيا صعبت والمغريات كثاروا، الا ما درتيش اللي عليك كوني على يقين، طلع شكون يديرو في بلاصتك. شوف في راجلك بحال شي واحد مسكين، شي واحد محتاج ليك، واخا يضل يغوت ويتفلعص هو ضعيف قدام الشهوات ديالو، الله خلقو هكذاك. كنتمنى لكم حياه زوينه، كنتمنى القصه ديالي ما تتعاودش مع شي وحده اخرى، حيت الخيانه صعيبه،